ثانية واحدة بعد إذنك. كيداهم عشان خاطري. إيه يا حبيب كيداهم؟ يا روح قلبي كيداهم. لما نرجع البيت مفيش داعي تجيبي سر البنات على موضوع جوازي. طبعا يا حبيبي سرك كبير يا حنفي، أنا أقدر، ده أنت أبو بناتي. ربنا يخليكي، وأنا الصبح لما أرجع إن شاء الله هقول لهم إن أنا كنت مسافر أي سفرية وخلاص. براحتك يا حبيبي، يوم اتنين عشرة مش مشكلة، المهم إنك هترجع لي. المدام بتاعتي. ايوه يور وايف. ايوه ثانك يو. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. ثانك يو فيري ماتش. ايوه ايوه حبيبتي. ايوه تعالى هنا. نعم. ايه الحركات دي؟ انت كنت بتقولها ايه هناك؟ مفيش حبيبتي، كنت بقولها مفيش داعي تجيب سيره للبنات لغايه الجو ما يهدى شويه. نعم نعم يا سي حنفي. ليه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط ولا هو من حق اي حد انه يتكلم؟ وبعدين انت يعني بيهمك؟ انت شايفه كده؟ طبعا. ايوه طبعا. لا مؤاخذه يا حظابتي. المدام بتاعتي. وانا جوزها وجوزي اللي مشيت. شكرا. اتفضلي. يلا يا حنف. يا حبيبتي يا ماما، يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ يا حبيبي يا بابا، يا ترى انت فين يا نور عينيا؟ يا ترى عايشين ولا ميتين؟ جعانين ولا شبعانين؟ وحتى وانت بتعيطي هبك على بطنك وعلى الاكل؟ معلش اختي مسحب عينيك يا سلام جوعانة. يا ماما مش شبعانة فيك. قصدي مين اللي ميت؟ افتكر انك انت ماما اللي متوا. بعد الشر عليا ان شاء الله. هو امال انتوا فين يا ماما؟ بقالكوا كتير قوي اللي بتردوا على التليفون ولا مدينا اي خبر عنكم ولا كلمتونا ولا عبرتونا يا ماما. يا ماما هو بابا جرى له حاجه ولا ايه؟ زي القرد. اي خدمه تانية يا هانم؟ شكرا يا عم ربيع، خد الباب في ايدك. تحت امرك يا هانم. هو بابا ما جاش معاكي ليه يا ماما؟ ليه ماما في ايه؟ يا ماما تتكلمي ساكته ليه؟ وقعتي قلبنا. بابا فين؟ ماما وقعتي قلبنا، اتكلمي. ابوكوا اتجوز عليا. ايه؟ وانتي وليه يا قرشانه هتفضلي بصالي كده ورايا ورايا؟ انزلي بقى واقعدي هنا كده وشك في الحيطه، اوعي تتحركي من هنا. حنفي حنوفة حنفنة اصحي بقى يا حلوة. ايه ده؟ اصحي بقى، ده انت نمت كتير قوي. صباح الفل والورد والياسمين والجمال كله. يا صباح القشطة. يا صباح الجمال كله. قشطة قشطة، ده انا عايز الهف القشطة. عارفة عارفة يا صفي، قبل ما انام على طول قعدت اقول يا رب امتى النهار يطلع، عشان اول النهار ما يطلع وابص وشي اجمل وش في الدنيا. الهي ما انحرم منك يا حنفي. ولا يحرمني منك ابدا. بصي بقى يا حلوه، الجو جميل قوي النهارده، يلا بقى نتغدى في الجنينه وتشوي لي بقى لحمه على الفحم بايدك الحلوه دي. انا اجدع واحد يشوي لحمه على الفحم. وندلدل ندلدل رجلينا في الميه ونلعب. اصل هنا بقى اجمل حاجه في الفيلا دي الهدوء، ما تسمعيش صريخ ابن يومين، كل اللي تسمعيه صوت العصافير وهي بتقول سيو 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 سيو. ايه ده يا حبيبي؟ ده مش صوت عصافير خالص. الظاهر في غراب بيجري وراهم. اه لا ده البواب. ها البواب بيعلي صوت الراديو، وانا 100 مره ومنبه عليه امبارح بالذات قلت له اوعى تعلي صوت الراديو، انا بقى همسك الراديو واكسره فوق نفسه. جاي لك يا حبيبي. انزل هزقه واطلع لي بسرعه، انا مستنياك. بقول لك ايه، اعتبريني هزقته. ولا اقول لك حاضر، مش هتاخر عليك يا حبيبتي. يلا. هزقه بسرعه وتعالى. حاضر. هوا. الله يا عريس يا ولد العيون، الله يا عريس. الله يا ماما اقصى عليك يا ماما. بيبقى عندنا يا ماما الفيلا الحلوه دي يا ماما، والقعدينا في الشقه الضيقه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا بجد اقصى عليكي. معلش يا نور عين ماما، احنا كنا ناويين انا وابوكي نعملها لكم مفاجاه، بس اعمل ايه لابوك الخاين ده؟ اداني الضربه القاضيه ما لحقتش افوق منها. مامتي مامتي مامتي، هي البلكونه دي بتتخرج على الجنينه؟ طبعا يا حبيب قلبي ماما، ايه اللي بتتخرج على الجنينه؟ وعندك بسيم يرد الروح بتاع صغيرين وبتاع كبار. هنا هنا في البسين نجيب مايوهات بقى. ومايوهات ليه يا اختي؟ ده الفرح فرحنا واللي ليلتنا.
والفيلا كمان فيلتنا، يعني لو نزلنا بهدومنا ما حدش هيقول لنا تلت التلاته كام. ايه يا ماما الكلام البلدي اللي هي بتقوله ده؟ طبعا هنجيب مايوهات وكاش مايو كمان. اخلص يا مخفيه الاسم انت وهي، انتوا جايين تنطوني ده بدل ما جايين تنتقموا وتاخدوا حقي، جايين تحرقوا دم وتقولي لي مايوهات ومسخره؟ لعلمكم يعني انا دمي بيغلي وقلبي مش مستحمله، ممكن يجي لي سكته قلبيه. بعد الشر عليك ان شاء الله. هي يا رب يا رب, رب. لا يا بنات مش زي ما انتوا فاهمين، الجوازه دي ليها ظروفها، يعني يومين وهتعدي على طول. امكوا عارفه كده كويس، بس هي بتستعبط. انا اللي بستعبط يا اللي ما تسمى درايه ابو البنات، انا اللي بستعبط يا راجل يا راجل، كسف على دم. عيب يا كيداهم، بلاش الكلام ده قدام البنات. بنات انت عملت حساب لبناتك يا راجل؟ الكسف على دمك. بص لكل بنت فيهم زي الورده المفتاحه قطفتها كده بالعملتك السودا اللي عملتها في ولادك. الا بالحق هي فين المحروسه العروسه؟ مالكيش دعوه بالمحروسه العروسه، وقولوا لي حكايه الشنط دي. الله فيه ايه يا بابا؟ دي شنطنا. هو حضرتك نسيت الوانها ولا ايه؟ يا حبيبي ما احنا عاملين لك مفاجأة وجايين نعيش معاك في الفيلا هنا، وسيبنا الشقة خلاص. اه يا بابا سيبناها خلاص؟ ده مين اللي قال كده؟ أنا اللي قلت كده يا أبو البنات. أنت ناسي إن أنا ليا نص المخروبة اللي أنت فيها الفيلا دي زي ما أنت ليك النص، ولا أنت نسيت ولا إيه؟ مفهوم الكلام اللي بقوله؟ طبعا. انتشروا يا بنات، انطلقوا، البيت بيتكم، اعملوا فيه اللي انتوا عاوزين. واتدلع يا عريس يا كل سنه نايلو، واتدلع يا عريس معروفك نايلو. وهيصه هيصه 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 هسيبه هيصه لا اجيبه هيصه ولا هو ولا هو حبيبه هو حبيبه هو. ايوه يلا يا بنت خدي تروحي على البسين. يلا يلا. ياللي عالدرع حود عالمالح، ياللي عالدرع حود عالمالح. وسط بيوجعني من ايه؟ وسط بيوجعني من ايه؟ من هالزمبارح. وياللي عالدرع حود عالمالح، وياللي عالدرع حود عالمالح. ايه يا حنفي؟ يعني ما كسرتش الراديو؟ لسه في دوشة تحت. ايه الدوشة؟ ما طلعتش من الراديو، ده طلعت من اللي ما تتسمى اللي اسمها كيداه. كيداهم؟ وايه اللي جاب كيداهم هنا ان شاء الله؟ انا عارف، جايبه البنات معاها وجايبين هدومهم وشيء وشويات وجايين يقعدوا هنا في الفيلا. نعم يا اخويا يقعدوا هنا في الفيلا. ليه؟ هي الفيلا دي مش بتاعتك؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا صافي؟ عايزاني اترك بناتي برضو؟ وبعدين ما هو الفيلا دي نصها باسم كيداه. نصها باسم كيداهم؟ وانت ليه ما قلتليش الكلام ده قبل ما تجيبني هنا؟ انت يا اخويا عايزني اعيش مع بناتك هنا؟ ده قليل ما سموني ولا عملوا فيا حاجه بالليل وانا نايمه. يعملوا فيك ايه بس؟ ليه؟ هو بنات ريا وسكينه؟ ايوه يا حنفي، اكتر من ريا وسكينه. خلاص اذا كنت خايفه على نفسك هديكي معلقه مفتاح، ابقي قفلي على نفسك. ماشي يا حنفي، سيو 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 سيو، العصافير مليين الجنينه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ ايه بنات دي؟ انت خدتي علينا قوي كده ليه مدفوع؟ بنت ازاي تكلمي صافية بالطريقة دي؟ دي مهما كان مرات ابوكي، ومن النهاردة لازم تقولي لها يا ابلة. ابلة؟ هي مين دي اللي نقول لها يا ابلة؟ بتاعت الشريك والمنين؟ لا ده انتوا زودتوها قوي. الشريك والمنين ده اللي ابوكوا وامكوا شغالين فيه طول عمرهم وربوكوا منه ودخلوكوا جامعة ومدارس وركبوكوا عربيات. ها
عن اذنك يا حنفنة طبعا. استني يا صفية، انا لسه ما كملتش كلامي. تعالي. انا اذا كنت سمحت اننا كلنا نعيش في بيت واحد فده لاني كنت عارف ان بناتي متربيين كويس وعارفين شرع ربنا وان من حق ابوهم انه يتجوز واحده تانية، انما مش معنى كده انكم تغلطوا فيها. فاهمين كلامي؟ عشان كده انا عايزكم تعيشوا كلكم مع بعض في سلام وفي خير وفي محبه، واللي ما يقدرش يحط لسانه جوه بقه ويسكت. غير انا مش هسمح لصافيه انها تغلط في حد فيكم، مش هسمح لكم انتوا كمان انكم تعملوها غلط. فاهمين؟ كل واحد يحترم نفسه. قلتوا ايه؟ حاضر يا بابا. ما اسمهاش حاضر، اسمها طبعا. طبعا. ايه ده؟ مين اللي قفل الباب؟ انا يا روحي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه في اوضتي؟ اوضتك دي اوضتي يا حبيبتي طول عمرها من ايام ما كنت بتفرشي على الرصيف، وعلى راي المثل قال البيت بتابونا ويجي الغرب يطردونا. ويكون في معلومك يا حبيبتي الدور ده كله بتاعي وبتاع ولادي، ومش بس الدور، الفيلا كلها. وكرم اخلاق مننا هنديك الاوضه اللي هناك دي تنامي فيها. ايوه يا روح، وكمان رميت لك شويه الهلاهيل اللي انت جابها من على الرصيف معاكي هناك. هلاهيل؟ انا هدومي بتقولي عليها هلاهيل؟ ربنا يستر ما تكونيش لطشتي حاجه منهم. اخرس ايدك قطع لسانك. ليه جايه من على الرصيف ولا جايبيني من الشوارع زيك؟ شوارع؟ ده انا ضفر اللي بيطيروا المقص برقبتك انت واللي يتشدد لك. قال على راي المثل طلعتي من امتى القصر؟ قال من امبارح العصر. عصر ايدك كسر رقبتك على سردك قالت الادب. ايه ايه في ايه؟ استهدوا بالله بس يا بنات، في بس يا كيداهم، في بس يا صافية. ما انت شايف قالت الادب ومنصان طويل اللي بتقلي ادبها عليا اللي جايبها بالشوارع. انا لساني طويل يا ام لسان زي الفرقلك. اهدي اهدي بس. امال يا صافية؟ خلاص خلاص بقى كيداهم، في ايه بس اللي حصل؟ يرضيك كده يا حنوفة يرضيك. انا يا حنوفه جايه داخله اوضتي وفي امان الله وكافيه خيري شري، ما جيتش ناحيتها، فتحت لي الباب ووقفت لي كده، طلعت لي زي عفريت العلبه ودي اوضتي وامشي من هنا، كمان رميت لي هدومي في الاوضه اللي هناك دي. يرضيك يا حنوفتي. ليه بس كده وتعملي كده؟ ابدا يا حبيبي، ما انت عارف ان انا اوضتي من زمان واخده على مخدتي وعلى مرتبتي، وانت عارف ان انا ما برتاحش غير على سريري. ولا انت نسيت ولا ايه يا ابو البنات؟ براحتك يا حبيبتي. خلاص بقى يا صفا، سيبي لها اوضتها، هي عايزه الاوضه. والله الله 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 يا اختي اسم الله. وشوف شالها لها لها ويا اختي اسم الله. كده برضو يا حنفي؟ انا تعمل معايا كده؟ ماشي كتر خير. الله 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 وراها يا حنفي. حنفي مين يا حبيبي اللي حط صورتي كده وشي في الحيطة وذنبني زي ما اكون في الفصل؟ هي صافية يا حبيبي. هي مين؟ هي مين؟ صافية مين؟ ده نهارك اسود النهارده.